السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى هذا اللقاء. تيارات غربية شمالية غربية مضطربة ورطبة على حوض المتوسط وشمال البلاد، فعليه إذا خلال هذه الأمسية مساحة الأرصاد الجوية ترتقي باستقرار في حالة الطقس تقريبا على كل أرجاء الوطن على الشمال وحتى على الجنوب. للإشارة فقط، رياح ستشتد ضمن تيارات غربية أحيانا جنوبية غربية بإمكانها أن تصل إلى 60 كيلومتر في الساعة، وهذا على السواحل الوسطى والسواحل الغربية. عن درجات الحرارة خلال ظهيرة اليوم، إن شاء الله ننتظر 29 درجة على العاصمة البليدة تيزي وزو والبويرة، كذلك ولاية غيليزان 28 درجة على كل من وهران، نفس المقياس على تلمسان، قسنطينة، قلماميلة، خنشلة 23 درجة، وهذا على الجلفة والبيض 31 درجة على السواحل الشرقية، تقريبا نفس المقياس على ولاية غردية 30 درجة على بشار 32 درجة على كل من تندوف وبني عباس، حتى على تنرسة وجانت 40 درجة على أقصى الجنوب. خلال الليل درجات الحر الدنيا إذن تصل لغاية 6 درجات فقط على البيض، 9 درجات على الصطيف، 10 درجات على الجلفة، 17 درجة على السواحل، ننتظر 12 درجة على ولاية بشار، 18 درجة على كل من تندوف بني عباس تمنراست حتى على ولاية غردية، 24 درجة على الصحراء الوسطى وكذلك أقصى الجنوب. أما البحر خلال ظهيرة اليوم، مصلحة الأرصاد الجوية ترتقي البحر من قليل اضطراب إلى مضطرب ليتحول إلى كثير الاضطراب خلال الأمسية إن شاء الله تقريبا على كافة السواحل. رياح دائما قوية ضمن تيارات غربية أحيانا جنوبية غربية تقريبا على كافة السواحل تصل لغاية 60 كيلومتر في الساعة. غروب الشمس على مستوى العاصمة لظاهرة اليوم إن شاء الله، أقول لي نهار اليوم إن شاء الله سيكون بحول الله في تمام الخامسة 58 دقيقة. وللتواصل معنا دائما مواقع الأرصاد الجوية الجزائرية في الخدمة. أشكركم على المتابعة، صحفتكم والسلام عليكم.